تحذيرات جديدة أطلقها اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب، متوقعا تظاهرات حاشدة في أوروبا بسببها. يأتي ذلك فيما ناشد الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الأوكرانية بعد تحذيرات من مجاعة قادمة. فهل نحن فعلا أمام أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة؟ وما السبيل للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة؟ أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني باستثناء القمح. مع انقضاء 100 يوم على الحرب في أوكرانيا، انكمش مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع سعر سلة المنتجات الغذائية الأساسية بنسبة 6% بسبب انخفاض أسعار الزيوت النباتية بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. أما القمح فقد سجل زيادة بنسبة 5.6% في مايو، ويرجع الخبراء ذلك لحظر صادرات الهند وتوقعات الفاو انخفاض إنتاج الحبوب عالمياً. الرئيس الأوكراني توقع أن يخلف توقف تصدير الحبوب من أوكرانيا بسبب حصار روسيا موانئ بلاده أزمة غذاء في أوروبا ومناطق أخرى، وخروج تظاهرات وفوضى سياسية في بعض بلاد أفريقيا وآسيا، وتفاقم أزمة الهجرة لأوروبا. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من 40 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة الوشيك هذا العام، لكن الصورة أكثر قتامة في أفريقيا التي يمثل القمح الروسي والأوكراني 40% من وارداتها، فضاعفت الحرب من أزمات الغذاء القائمة أصلاً، خاصة في منطقة الساحل وشرق أفريقيا بسبب الجفاف والصراعات. الرئيس السنغالي الذي يرأس أيضاً الاتحاد الأفريقي يسعى لإقناع الرئيس الروسي برفع الحصار عن الحبوب والأسمدة الأوكرانية لتجنب حدوث مجاعة على نطاق واسع. القوات الروسية متهمة أيضاً إلى جانب حصار الموانئ بسرقة المحاصيل الأوكرانية. مسؤولون أوكرانيون اتهموا القوات الروسية بنقل 400,000 طن من الحبوب التي أنتجتها المزارع الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. ومؤخراً نقلت وكالة رويترز عن سفير كييف لدى أنقرة مطالبه بمساعدة السلطات التركية والشرطة الدولية للتحقيق بشأن الضالعين في شحن الحبوب المسروقة عبر المياه الإقليمية التركية، وحذر من أن تكون تركيا من بين الدول التي تشتري الحبوب المسروقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من روما مونيكا توتوبا، خبيرة اقتصادية لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. مرحبا بك سيدة مونيكا. حينما نتحدث عن أزمة وشيكة، تصريحات كثيرة نستمع إليها من رؤساء العالم تهدد بأزمة مقبلة كبيرة، أزمة غذاء عالمية كبيرة. ما الذي يجري الآن حينما يعني تضعون أيديكم على أبرز الأسباب التي قد تقود إلى هذه الأزمة العالمية؟ أهلا، شكرا على استضافتي. دعني أضع الأمور في نصابها. عندما بدأت الحرب في أوكرانيا، أسعار الغذاء حول العالم ارتفعت. وكان ذلك لثلاث أسباب. الأول، كان هناك نهاية لجائحة الكوفيد، وكان هناك طلبات كثيرة لبحث عن الغذاء بعد أفول أزمة كوفيد. في نفس الوقت الأسعار كانت عالية بالفعل بسبب تكلفة الاستيراد والعرض والطلب، ثم اندلع القتال الذي يؤثر على روسيا وأوكرانيا، وكان هناك تقييد في الإمدادات التي كانت ستكون متوافرة لولا هذه الحرب. الصادرات الأوكرانية توقفت، وحجم ما كان يخرج من الموانئ لم يكن يكفي لموافاة الطلبات المتزايدة، وبالتالي الدول التي تستورد الغذاء
وكانت في وضع صعب وجدوا أنفسهم في وضع أكثر صعوبة لأنهم كانوا مضطرين دفع أسعار أعلى للغذاء وأيضا هناك افتقار للسلع. الآن كان هناك ملايين الناس في عام 2021 يعانون من ندرة الغذاء وهم الذين الآن يعانون بشكل أكبر بسبب عدم القدرة على الحصول على الغذاء. حينما يعني نقرأ عن هذه الأزمة المرتقبة، أزمة غذاء عالمية، ارتفاع بالأسعار بشكل كبير جدا يؤثر على دول بالفعل كانت فقيرة والآن حتى على دول الغنية يؤثر عليها هذا الارتفاع. هناك أنقل لك مثلا خبيرة إمدادات الغذاء في إحدى الشركات تتحدث عن أزمة عالمية في غضون 10 أسابيع فقط إن لم يتم اتخاذ إجراءات محددة بعينها. هل فعلا هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات لتجنيب العالم أزمة غذائية رغم الأزمات الصحية الموجودة أساسا؟ لا أعلم ما هو أساس تقديراتها. مثلا بالنسبة للقمح، الحصاد أو الجزء الشمالي من الكرة الأرضية هو جزء أساسي من إمدادات القمح، فأسعار القمح مع الإمدادات الجديدة يجب أن تقل لأن هناك حصاد جديد سيدخل في الأسواق. ما رأيناه في الشهر الماضي أن الأسعار زادت بنسبة 5% وأيضا كانت النسبة الأسعار 50% أعلى من السنة الماضية، وهناك طبعا جفاف في بعض أجزاء في العالم في شمال أفريقيا خاصة وأماكن أخرى. فما يمكن القيام به هو دون عدم إدخال أي سياسات جديدة ستؤدي إلى تقييد للصادرات. رأينا أن مثلا أسعار زيت الطعام ارتفعت نعم بشكل كبير. إذن الأهم هو محاولة تخفيض الأسعار وعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تقييد الاستيراد. طيب سيدة مونيكا بأقل من دقيقة لو سمحتي، هل قامت منظمة فاو بنقل هذه التقديرات إلى الدول؟ لأن هناك حديث أن الأزمة في أوكرانيا، الحرب الروسية على أوكرانيا، هي تمثل سببا كبيرا. هناك حصار، هناك عدم وصول الإمدادات من الحبوب وغيرها من روسيا ومن أوكرانيا. هل هناك أي توصيات لهذه الدول لإيجاد حل لقضية الأغذية وتحديدا الحبوب؟ طبعا هذا خارج قدرة المنظمة لأننا منظمة تقنية وليست سياسية، ولكن روسيا تصدر القمح إلى دول أخرى أيضا وإلى مصر مثلا ولبنان، فبالتالي الصادرات لم توقف تماما. إذن الوضع معقد من جانب أوكرانيا لأن الصادرات الأوكرانية التي يمكن أن تخرج ربما زادت بعض الشيء. شكرا جزيلا. ولكنها لا زالت أقل من اللازم. يجب فتح أبواب التجارة من الدولتين روسيا وأوكرانيا وأيضا باقي الدول. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ضيفتي من روما مونيكا توتوفا خبيرة اقتصادية لدى منظمة الأغذية والزراعة فاو.
تراجعت أسعار الغذاء العالمية مشاهدينا بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، باستثناء أسعار القمح التي واصلت ارتفاعها. فقد انكمش مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيير الشهري في الأسعار الدولية بنسبة 0.6% تحت تأثير انخفاض سعر الزيوت النباتية. بعد 100 يوم على الحرب التي زعزعت استقرار الأسواق وسلاسل التوريد في العالم، وصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ل 157 نقطة، أي بزيادة بلغت 22%. سجل القمح وهو سلعة استراتيجية زيادة بنسبة 6% في مايو، وهي زيادة مرتبطة بحظر الصادرات الهندية وانخفاض في توقعات إنتاج الحبوب في أوكرانيا، إذ شهد سعر القمح الذي تبلغ حصة تصدير روسيا وأوكرانيا من 30% من التجارة العالمية شهد ارتفاعا بنسبة 56% خلال عام واحد. لكن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للزيوت النباتية انخفض في الوقت نفسه بنسبة 3.5% بعد رفع حظر أندونيسيا المؤقت على تصدير زيت النخيل. نتابع النقاش مشاهدينا. ينضم إلينا الآن القاهرة الدكتور عبد النبي عبد المطلب الأكاديمي والخبير في الاقتصاد والأمن الغذائي. مرحبا بك دكتور عبد المطلب. ونحن نتحدث الآن عن هذه يعني التصريحات والأخبار والتحليلات التي تنذر بأزمة غذائية عالمية كبيرة، إلى جانب طبعا الأزمات التي يواجهها العالم هذه الأيام. بحسب قراءتك واطلاعك على هذا الموضوع، هل نحن فعلا قريبون من هذه الأزمة أم هناك تهويل بهذه الأخبار؟ لا، بالتأكيد نحن ذاهبون إلى أزمة، وأعتقد أنها أزمة كبيرة. يعني أعتقد كل المؤشرات وكل الأخبار حتى اللقاءات التي تفضلت حضرتك بذكرها الآن بتشير إلى أن هناك عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم سوف يدخلون في مجاعة. نتحدث عن 40 مليون مواطن عبر العالم سوف يدخلون في مجاعة فعلية، وسوف يعاني أكثر من 200 مليون مواطن من انعدام الأمن الغذائي. بل ربما أن هنالك تصريحات للبنك الدولي وتوقعات أن يعاني ما يقرب من مليار شخص حول العالم من مشاكل في الجوع إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية. طيب واستمرت دكتور الأوضاع الحالية للحبوب يعني والغذاء كما هي الآن. أعتقد هذه مؤشرات كارثية. نعم. تنذر بكارثة. حتى نشرح للمشاهد ماذا يعني أن يدخل هذا الرقم الكبير تحت عنوان مجاعة، ورقم آخر تحت عنوان انعدام الأمن الغذائي. يعني عمليا ما الذي سيشاهده أو ستواجهه الأسر؟ هناك أسر بالكامل لن تتمكن من توفير الغذاء لأطفالها، ناهيك عن المستلزمات الأخرى. هؤلاء نتحدث عن حوالي 40 مليون مواطن سوف ينعدم الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن التعليمي، يعني سوف يخرجون خارج المنظومة العالمية للبشر. هناك حوالي 200 مليون شخص على مستوى العالم سوف يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي قد لا يتوفر لهم الأمن الغذائي. يعني بمعنى أكثر تحديدا، إذا تمكنوا من الحصول على وجبة في اليوم فقد لا يجدون الوجبة الثانية، وقد لا يجدون الطعام في اليوم التالي. عندما نقول أن حوالي مليار شخص سوف يعاني من الجوع، أي أن نصيبهم من الاستهلاك من السعرات الحرارية سوف يقل عن الحد الأدنى طبقا للمعايير العالمية. هذا هو ما قصدته بأن البعض سوف يعاني الجوع، البعض سوف يكون مهددا في الأمن الغذائي، والبعض سوف يعاني الجوع. طيب دكتور عبد النبي، حينما يعني تقول القارة الإفريقية بأن هناك مجاعة وهناك تهديد حقيقي تتعرض له، طبعا الآن الحديث لا يكون محصورا فقط في القارة الإفريقية، هناك دول كثيرة جدا تعاني بالفعل من هذه الأزمة التي نتحدث عنها، أزمة الغذاء. هل الأمر محصور فقط بالحرب الروسية على أوكرانيا وانعدام حتى الآن على الأقل صادرات الحبوب مثلا، أم هناك أسباب أخرى يمكن للعالم التوجه إليها وإيجاد حلول، يعني دون النظر إلى ما يجري في الحرب الروسية على أوكرانيا؟
يعني مشكلة أزمة الغذاء أنها تأتي في أعقاب توقف جزء كبير جدا من الصناعات الغذائية وجزء من حصاد المحاصيل في كندا وفي أمريكا وحتى في يعني رومانيا وغيرها من الدول الزراعية الكبرى، إذا كنا حتى نتحدث عن البرازيل والأرجنتين والمكسيك، بسبب أزمة كورونا. أزمة كورونا أغلقت الحدود ما بين الدول ومنعت العمالة الرخيصة سواء من شرق أوروبا أو من جنوب أمريكا للتواجد لجني المحاصيل في أمريكا وأوروبا. ومن هنا كان العالم أساسا بيعاني من شح في المحاصيل الغذائية وشح في السلع الصناعية الغذائية، خاصة أيضا بعد توقف الصين أو إغلاق الصين لفترة طويلة، توقف حركة السياحة. يعني بدأ العالم مشكلة الحرب الأوكرانية في أعقاب أزمة من كوفيد 19، ومن هنا كانت الأزمة مركبة. أما ما يستطيع العالم أن يفعله في ظل هذه الظروف، أنا أعتقد أن البنك الدولي قدم مجموعة من التوصيات لكنها توصيات صعبة للغاية. يعني البنك الدولي يطالب بتيسير سبل التجارة وعدم وقوف حركة التجارة عبر الحدود لكافة أنواع السلع الغذائية والمحاصيل الغذائية عبر العالم بدون شرط أو قيد. دكتور، أعتقد أن هذا غير موجود حاليا. يعني هناك حوالي 53 دولة قد فرضت حظرا للتصدير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومات القيمة. دكتور عبد النبي عبد المطلب ضيفي من القاهرة، شكرا لك.